ننتقل إلى السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، نستطلع منه الرؤى. رائد، أسعد الله أوقاتك. ولا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات الأمريكية هذه المرة، والأعين والأنظار تتجه إلى هناك، وكل مرشح أفرغ ما في جوفه في معركة تكسير العظام. الآن الصندوق هو الفيصل في ذلك. هل ترى أن تلميحات وتلويحات ترامب الاقتصادية الأخيرة عبر تغريداته ربما تستقطب البعض، خاصة أن الاقتصاد يشكل عامل حسم رئيس في الانتخابات الأمريكية؟ بلا شك الاقتصاد هو العامل الرئيسي للحسم في هذه الانتخابات، ومن منطلق الاقتصاد نجد أن ترامب ما حققه من إيجابية مع مطلع تعاملات كان إيجابية للأسواق بشكل أكبر من أن يكون للاقتصاد بحد ذاته، وهو نقطة فارقة. الأسواق تعكس توقعات إيجابية للفترة المستقبلية، وممكن أن يكون في عندي ارتفاعات، وقد تكون الارتفاعات قوية، ولكن كتعافي اقتصادي أمريكي لم يصل إلى الأوج إن صح التعبير، وصعب على يعني مع الظروف صعبت أكثر مع وجود فيروس كورونا. بالتالي نجد أمام ترامب الحظوظ أقل في الفترة الحالية، نظرا لأنه يعني اتهام بايدن له بأنه إدارة ترامب لم تفلح ولم تنجح حقيقة في يعني إيقاف التأثير السلبي القوي على الاقتصاد الأمريكي من فيروس كورونا وهشاشة البنية التحتية الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد تخلصه من برنامج أوباما كير. أعتقد هذه النقاط ارتدت سلبيا بشكل كبير على ترامب وعلى حظوظه. الآن بالعودة إلى التوقعات أو الاستطلاعات، يعني تظهر الاستطلاعات تقدم حقيقة حتى الآن لبايدن على ترامب، ويعني تاريخيا هذا التقدم يأتي أو يصب في صالح أن يكون هناك مزيد من يعني أو انتخاب فعليا للرئيس المتقدم بالاستطلاعات. بالتالي نحن ننظر إلى الانتخابات الأمريكية التي ستصدر نتائجها الفاصلة، أعتقد في ليلة يوم غد ما بين 3 و4 الشهر راح تكون هذه الساعات هي الحاسمة. وفلوريدا أعتقد هذه الولاية المتأرجحة الأكبر 29 مقعد الخاص بها هي التي ستقرر بشكل كبير الساعة 1 بتوقيت GMT. أعتقد ستكون الكلمة لهذه الولاية في الفصل في هذه الانتخابات، ومن هناك ممكن أن يكون حتى الآن هذه الكفة ترجح أكثر لبايدن في الوقت الراهن الذي يعزز الديمقراطيين يعززون النمو الاقتصادي، وتاريخيا أنصفهم الاقتصاد أو أنصف الاقتصاد بشكل كبير بمزيد من التحسن والأداء. ولكن في الوقت نفسه ممكن نتوقع قوة في الدولار الأمريكي إذا ما نجح بايدن. سيد رائد، تعالى نتحدث عن ما يحدث مع أسواق النفط. التراجعات اليوم بأكثر من 3%. جزئيا الموضوع يعود إلى الإغلاقات الاقتصادية في المنطقة الأوروبية وفي عدد من الدول العالمية، ولكن برأيك أين سيكون القاع بالنسبة لهذه الأسعار، وخصوصا مع ارتفاع الموارد النفطية سواء من العراق أو ليبيا؟ ونضيف عامل آخر وهو قوة الدولار الأمريكي بنتيجة الطلب إليه والتوجه إليه كملاذ آمن قبيل الانتخابات. إذا عندنا قوة الدولار الأمريكي، عندنا أيضا في نفس الوقت الإغلاقات الجزئية أو الإغلاقات الاقتصاد التي تصل إلى مستويات متقدمة في بريطانيا على سبيل المثال وفي العديد من دول العالم، تتجه إلى ضغط أكبر على الطلب على النفط في الفترة القادمة. بالتالي ذلك يؤثر على الطلب الموسمي الشتوي على النفط في الفترة الحالية. هذا الأمر يصعب الموقف أمام أسعار النفط وأمام سعر برميل النفط. إضافة إذا نجح بايدن ممكن أن يكون في عنا هجوم أكثر على الطاقة التقليدية، وبالتالي مزيد من الضغوط بالاتجاه الهابط، لأنه راح يكون يعني أكثر صعوبة للمنتجين للنفط في البداية. يظهر أنه هو صعب على منتجين النفط الصخري، وبالتالي ذلك قد يخفف من المعروض، يعزز من ارتفاعات مؤقتة في سعر النفط. لكن على المدى المتوسط إلى المدى الطويل هو مع الطاقة البديلة والطاقة النظيفة، وبالتالي سيشجع الشركات الطاقة البديلة والنظيفة، وذلك يؤثر على المعروض. بالتالي نجاح بايدن هو ضعف
هو قوة مؤقتة في أسعار النفط وضعف على المدى المتوسط إلى الطويل، بينما ترامب ممكن أن يعزز ارتفاعات يعني محدودة، ولكن يعني تبقى بوجود طلب على الدولار الأمريكي يبقى مستقرا. المستويات الأدنى التي قد نشهدها ممكن أن نشهد جدا 32 دولار للبرميل على المدى القصير، إلى المتوسط بالنسبة للدبليو تي آي أو خام غرب تكساس إذا ما كانت النتيجة يعني نوعا ما مفاجئة للسوق، وهي بأنه أن يكون هناك اكتساح قوي مثلا لترامب أو اكتساح قوي لبايدن، كلا النتيجتين الكاسحة ممكن أن تكون صدمة للأسواق. جيد، يعني ترامب يغرد والصين أيضا تغرد خارج السرب هذه المرة في دلالة على خطتها التي تشكل نوع من الانغلاق على الداخل أكثر منه انفتاح على الخارج. كيف نقرأ المشهد الصيني في توازن القوى الاقتصادي حول العالم؟ يعني توقيت التوجه إلى الداخل توقيت مهم جدا حقيقة، خصوصا أن الصين بدأت تظهر ببياناتها الاقتصادية كما ظهرت اليوم مؤشرات البي ام اي، سواء القطاع الصناعات التحويلية التي أظهر قراءة عند 53 وهي بعيدة عن مستويات 50 الفاصلة ما بين الانكماش والتوسع. فإذا الاقتصاد الصيني الذي هبط بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10% في الربع الأول عوضها في الربع الثاني ب 11% ومن ثم 2.7%، إذا الاقتصاد الصيني يتعافى سريعا، إضافة إلى أن عدد الإصابات الجديدة في الصين متراجعة، فهو توقيت مثالي بالنسبة لصناع القرار في الجمهورية الشعبية الصينية أن يتجهوا بشكل أكبر نحو الداخل. ومن المعروف أن الصين كانت تعاني سابقا من الطلب الداخلي المنخفض ومستويات أسعار المستهلكين أو التضخم المنخفضة، بالتالي لذلك كان يتوصف بأنها تتلاعب بسعر الصرف كثيرا أو اليوان يتم التدخل فيه بشكل كبير، وذلك لتعزيز وتحفيز الطلب الداخلي بشكل كبير. يعني لقطة مهمة جدا، وهو ما خلفه كورونا داخل الاقتصاد الصيني هو مزيد من الانقسام في الطبقات بشكل واضح، بالتالي سوف يعملون على تعزيز ذلك من خلال برامج تحفيزية أكبر تشجع الاستهلاك. نشكرك السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.